فرضوا علي في ظروف عشت بها أن أكون ليس في قسم عزل فقط، بل في عزل عن قسم العزل. هكذا كانت حياتي مع القسوة والقهر ومحاولة فرض حياة الأخرس علي طوال الوقت، ولكن هيهات هيهات. بمددكم غرفة سجني الضيقة اتسعت، أصبحت أوسع من الأرض، أصبحت تتسع إلى هذه المسافة الكبيرة ما بين الأرض والسماء.